توقعات الفلكية لمولود برج العقرب خلال شهر نوفمبر 2018. شهر نوفمبر رح يكون شهر إيجابي جدا بالنسبة لمولود برج العقرب، رح يخلص من تراكمات عديدة من متاعب سابقة، رح تتحسن صحته أكثر، فالشمس موجودة عنده والقمر الجديد رح يتشكل ببرج العقرب بسبعة الشهر، رح يخليه عنده طاقة جديدة، رح يعطيه فرصة إنه يفتح صفحة جديدة، إنه ينسى الماضي، يتصالح مع حاله أكثر، فشهر إيجابي جدا، بعزز علاقته العاطفية، بيمارس هوايات حلوة، يمكن أولاده أو أحد الأحباء بيساعدوه إنه يرجع ثقته بحاله أكثر. أما آخر 10 أيام من شهر نوفمبر فبيرجع الوضع المالي ياخد الأولوية، بصير هو عنده يمكن فكرة أوضح عن شو بده ماليا، يمكن عن شو بده بالحياة أكثر، بيكون في فرصة أنه يكسب مبلغ مالي أو يشتري أغراض هو كان بحاجة لها. ولكن بدي حذره أنه تراجع كوكب عطارد من منتصف شهر نوفمبر ولا آخره ممكن يفوته بفوضى مالية صغيرة، بده بس ينتبه لها، منا خطيرة جدا، بيرجع بيعوضها بنهاية الشهر.